بالنسبة للمدربين، أنت تحدثت عن أن المدربين لابد من تطورهم، هل كان هناك شروط خاصة لمؤهلات المدرب الذي يعمل مع قطاعات الناشئين، ولا كان مجرد أسماء ونجوم كبيرة فقط؟ أحد الأولويات هي نوعية المدير الفني. المدير الفني كنا هناك جمعية للمديرين الفنيين، هذه الجمعية هي التي ترشح المديرين الفنيين. ولكن ما هو المدير الفني الجيد؟ المدير الفني الجيد هو الذي يستطيع أن يخرج 15 أو 16 لاعبا من المستوى به ويطور أداء هؤلاء اللاعبين من المستوى به، ويعلمهم التكتيكات الدفاع والهجوم والتمرير وأساسيات كرة القدم. إذا استطاع هذا المدرب أن يطور أداء هذا العدد من اللاعبين، هذه بطاقة نجاح لهذا المدرب. وتعليم المدربين هو شيء حاسم جدا ومهم جدا. إذا كان اتحاد الكرة لديه هذه المدرسة، تحديدا مدرسة تدريب المدربين، لابد أن يكون هناك مسؤول داخل اتحاد كرة القدم عن أكاديميات كرة القدم، وأن يكون هناك أكاديمية للمدربين الفنيين المستويات الصغرى، لأن هذه الأكاديميات ستطور من أداء المديرين الفنيين، وهم الذين يستطيعون تطبيق التطوير في مجال كرة القدم. أيضا من الممكن جدا أن نقنع مجتمع كرة القدم بأكمله أننا نعمل هذه الخطة من أجل المستقبل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لأدائها.